نعم سيري الكاتب العام للمنظمة المغربية للحماية العام، تعقدون اليوم دورة المجلس الوطني في سياق كثر فيه الحديث عن فضح الفساد والمفسدين. تحية. اليوم كنعقد المجلس الوطني في دورته الرابعة تحت شعار تخليق الحياة العامة مدخل أساسي لحماية المال العام. كيجي هذا المجلس الوطني بعد المؤتمر الاستثنائي اللي عقدته المنظمة واللي تم الانتخاب فيه ديال القيادة الوطنية للمنظمة، كيجي بعد الرسالة المولوية السامية اللي ارسلها كانت صاحب الجلالة نصره الله للبرلمان المغربي بمناسبة الذكرى 60 لهذه المؤسسة التشريعية، اللي دعا فيها صاحب الجلالة إلى تخليق الحياة العامة وإلى إصدار مدونة للأخلاقيات. ومن هذا المنطلق جاء شعار هذه الدورة اللي هو تخليق الحياة العامة، لأننا كنعتبروا أنه من أجل حماية المال العام لا بد كركيزة أساسية من تخليق الحياة العامة. يأتي كذلك هذا المجلس الوطني في خدم واحد نقاش وطني عام اللي كتعرفوا بلادنا خصوصا على المستوى التشريعي بعد المصادقة ديال المجلس النواب على مشروع ديال المسطرة المدنية، والمصادقة ديال مجلس الحكومة على مشروع المسطرة القانون الجنائية وما أثاره هذين المشروعين من جدل. اليوم المجلس الوطني أكيد أن هذا النقاش العمومي سيكون حاضرا داخل أشغال المجلس الوطني، وأعتقد أن المجلس الوطني والبيان ديال اللي سيصدر البيان الختامي على المجلس الوطني سوف يحمل في طياته قرارات مهمة. أتمنى لأشغال مجلسنا هذا النجاح وشكرا لكم. طبعا انصتوا به معا مداخلات العرب الرئيس والعرب الذي قدمه، ولو ان شهادتي ستكون مشروعه، ولكن اقول الاخ الرئيس تبارك الله عليك، تبارك الله على الاخوه ديال المكتب التنفيذي، حقيقه في ظرف وجيز ما يناهز 7 أشهر اشعاع كبير اعطته المنظمه سواء من خلال الملفات اللي طرحت فيها او من خلال دورات تقنيه وندوات النقاش العمومي اللي ساهمت في المنظمة المغربية لحماية المال العام. أخ الرئيس، في التدخل ديالكم وفي العرض ديالكم فتحتوا القوس وقلتوا بأنه أكيد هناك شواك في داخل المجتمع المدني. أنا بغيت نطرح واحد التساؤل ونقول من هو المسؤول عن هذه الشوائب اللي كنشوفوها داخل المجتمع المدني؟ الشيء اللي تحدث عليه السيد وزير العدل واتهم المجتمع المدني بأنه نصاب، أكيد أنه كاين نصابة من المجتمع المدني، ولكن شكون دار لنا التفريق ديال الجمعيات؟ ومن المسؤول عليه؟ هنا خصنا نفتحوا هذا التساؤل الكبير والعريض ونقولوا شكون اللي مسؤول على هذا التفريق ديال المجتمع المدني وديال الجمعيات، وأصبح كل من هب ودب عنده واحد في الحقيبة ديالو 4 ولا 5 ديال الكاشيات و6 ولا 7 ديال الجمعيات وكيتسارع بهم والله أعلم شنو كيدير. إذا من المسؤول وأين من السلطات الحكومية من هذا الأمر هذا؟ نغلق هذا القوس ونرجعوا للنقاش ديال المشروعين ديال القانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية. اليوم تساهل مع الحكومة، أوليس فيكم رجل حكيم يهتدي إلى ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات دولية؟ واش هاد الناس ديال وزارة العدل اللي كيقوموا بتشريع ديال المشاريع القوانين واش ما عارفينش بانه من مقومات المحاكمه العادله هو التقاضي على درجتين؟ كيف يمكن ان تحرم مواطنا من حقه في التقاضي على درجتين اللي منصوص عليه في الدستور على الامور هذه اضافه الى الخطاب الملكيه الساميه؟ دونك كاين واحد تضارب، كاين واحد سوء تفسير لمجموعه من الامور اللي المغزى ديالها كيبقى مبهم حتى لا نعطي احكاما جاهزه، ولكن التاريخ والمستقبل كفيل بان يكشف مجموعه من الحقائق. نحن داخل المنظمه المغربيه لحمايه المال العام اكيد ان موقفنا راسخ ومبدئي ولم يتغير، سندافع عن الحق ديال المواطنات والمواطنين، سندافع عن المكتسبات الدستورية اللي جاء بها دستور 2011، وسنشد بأيادي إخواننا سواء من داخل الحق المدني الجاد، سواء
التنظيمات المهنيه والنقابيه حتى السياسيه اللي الغرض ديالها هو الدفاع عن هذه المصلحه ديال الوطن. وتحيه للجميع.